السلام عليكم، كيف دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وفي اطيب الاحوال. الناس ديال اليوتيوب، ديال الفيسبوك، ديال الانستغرام، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. والناس ديال الصويره عامه، والناس ديال المغرب بصفه خاصه. بغيت نقول لكم هذا الفيديو درته باش نقول لكم راني رجعت لي كوموند، رجعت للخدمه عاوتاني. رجعت كناخذ لي كوموند، سواء لي كوموند المناسبات الكبيره سواء المناسبات الصغيره. بغيت نقول لكم مرحبا، الف مرحبا. رجعت، ارتحيت عامين، عامين تبارك الله وانا مرتاحه، والكليان ديالي باقي كيعيطوا ليا، وناس اخرين من تعرفت عليهم من اليوتيوب. من المهم راكم عارفين، الا كانت الحاجه عندك مزيانه وكنتي معقوله وكانت الوقت، راه شي كيصيفط لك كل شي، كيصيفط شي زعما الناس كيهضروا بيناتهم. وتلقيت راسي كنخدم مره لشي حد كنخدم ليه، الاخر كيعيط ليا تنقول ليه لا، عاوتاني عيط ليا واخا نحشم منه نقول ليه اه. وتلقيت راسي هادشي عندي في الدم، ما يمكنش عشي ما يمكنش نجلس انا بلا ما نطيب صافي. وانا نقول عاوتاني نرجع لي كوموند. هادشي درت هاد الفيديو باش نقول لكم ابتداء من انا السيمانه كلها دوزتها في لي كوموند وصافي. داكشي علاش قلت غادي نقولها زعما كلشي باش الناس يعرفوا، سواء كلياني القدام سواء الكليان الجداد اللي غادي يكونوا عندي ان شاء الله. بغيت نقول لكم مرحبا والف مرحبا. بديت الخدمه، هذا فيما يخص مدينه الصويره. بالنسبه للناس المدن الاخرين، بنقول لكم راه كان دي بلاصه لجميع المدن، جميع المدن كان دي بلاصه ليهم. خدمت في قنيطره، خدمت في مراكش، خدمت في اكادير، خدمت في كازا. مرحبا والف مرحبا. الا كانت عندكم شي مناسبه اتصلوا بيا، علاش لا. الا كنت الا تفاهمنا راه مرحبا والف مرحبا. انا في ما عيط ليا طرف الخبز كنمشي ليه، ما عنديش المشكل. حاجه واحده اخرى بغيت نقول لكم، رجعت وفكرت في افكار جديده، منهم لي بلاطو ديال لي صالي، منهم درت لاكارت، ودرت درت داكشي بروفيسيونيل. درت لاكارت، درت الاثمنه، بديت اثمنه، كاينين اثمنه اقتصاديه، كاينه اثمنه متوسطه، كاينه اثمنه طالعه شويه، على حسب اشنو تشيتي تاكلي. ودرت تيلي بلا، درت لهم، درت لاكارت ديالهم اشنو بشحال هادي وبشحال هادي اشنو فيها. المهم تدبت باش نقاد هاد لي كارت، ولكن غادي ينفعوني. فاش هو تيجي عندك الكليان وتبداي تقولي ليه مصطيله بهاد الثمن وهذا، كتجبدي لاكارت وكيقرا وتتفاهمي انت بيه على حاجه ياك. وفكرت عاوتاني في لي بروم، بحال دابا مثلا هاد المناسب، هاد الوقيته ديال العام تيكونوا فيها، هاد الوقيته ديال العام تيكونوا فيها العراسات، كيكونوا خطوبات، كيكون تعارف، تيكون بزاف ديال المناسبات في هاد الوقيته. خصوصا هاد الوقيته هادي تيكون عرس، كيكون من مورا عائله العريس كيعرضوا، عائله العروسه كتعرضوا. المهم انا فكرت ندير لي زوفر، بحال دابا مثلا سالاد وبسطيله، بحال مثلا بسطيله مصحاولي مشوي، غادي ندير لي زوفر. وإلا كانوا كتر من خمسة ديال المياتي راه غادي يكون عاوتاني ناقص على الثمن اللي كاين في لابخومو. المهم بارطاجيو هاد الفيديو، بارطاجيو هاد الفيديو مع الصحاب والحباب والناس اللي كتعرفو، وإن شاء الله يكون خير. كنحماق عليكم ونتلاقاو دابا، ما تزابيوش، غادي ندوزو نوري لكم لوفخ الاولانيه اللي قاديت. ايوا يا لالا، لا برومو الاولى هي هادي. لا سلاد كيف كتشوفي فيها بوم دو تيغ، هادي سلاد ديال البطاطا سوربريز. و المهم فيها الطبقة الاولانية كيف كيبان لك في الصورة، سلاد سوربريز كتحليها، هي كتقطع بحال الكاطو، تتحلى وكتلاقي المفاجأة في وسط منها. ولكن انا قبل كنتشاور انا والكليانة اشنو تشيتي انت لك في وسط منها، ولا كندير من راسي. فيها 12 البروشيت ديال الدجاج بصوص بيستو، الدجاج ماشي لادان، الدجاج بصوص بيستو. فيها سلطه ديال البربه، فيها لي بلي صوت كيتكال مع هاد البروشيت.
وفيها سلطة ديال الكروفيت والافوكا، فيها خيزو، فيها اللوبيا. البنة ديالها ما يمكنش، واحد البنة رائعة بزاف بزاف، ومنسجمة، داكشي كله اللي فيها مواتي مع بعضياته. والمهم كتقد 12 الواحد مع الديكوراسيون كيف كتشوفوا في الصورة. هاد لا سالاد ومع رفقتها مع بسطيلة ديال الدجاج. البسطيلة ديال الدجاج هانتوما اجي تشوفوا. المهم الوزن ديال البسطيلة هو 4 كيلو و500 بلا تبصيل، بالتبصيل راه 7 كيلو و800، 7 كيلو و800 جبونس، ولاو 300. المهم فيها 3 ديال الدجاجات، كيلو ديال اللوز، والدغميره ديالهم. الديكوراسيون انتما غادي تشوفوا في هاد لا فيديو القصير اللي درت لكم، فيها النوكا والبيض والبريوات معسلين. بسطيله القياس ديال 45، 45 العسل، باش كنابيوها من الفوق. العسل ديال الدار مقد في الدار، حيت العسل ديال البيدوات كيمرر، هادي باش تعرف هاد المعلومه. ومعها اللوزي فيلي من الجناب. المهم هاد لا برومو كولا، هاد البسطيله وهاد لا سالاد اللي هما قلت لكم ديال 12 الواحد، وابار ديال 12 الواحد الحطه ماويه، حطه يا سلام، حطه ديال التكبيره. هاد لا برومو غادي نخليها لكم ب 1200 درهم. الا كانوا عندكم خمسة ديال الطبالي او الاقل 1200 درهم، كانوا كتر غادي يكون ثمن اخر. ما تنساوش تواصلوا معايا، النمره ديال التليفون غادي تلقاوها في الفيديو لتحت، تلقاو النمره ديالي ديال الفيديو. والله يرحم لكم الوالدين، الناس اللي فيهم المعقول اللي يتصلوا بيا، حيت كندير نمرتي تيبداو بنادم مسالي راسو تيبدا تعيط لك، انتي ما عندك الوقت حتى فاش تحكي راسك. ايوا الا لا، مرحبا الف مرحبا بالطلبيات ديالكم. كنعاود نقول لكم، سواء مناسبات كبيره سواء مناسبات صغيره سواء حتى وحده، مرحبا والف مرحبا. انا والناس اللي خدامين معايا تنقول لكم مرحبا والف مرحبا. والمزيد من المعلومات سواء دخلوا لاباج ديالي يوتيوب، سواء لاباج ديالي فيسبوك، سواء ستوريات ديال الانستغرام، سواء اتصلوا بيا مباشره في النمره اللي غادي نخلي لكم. الا ما جاوبتش خلوا لي مساج واتساب، اكيد نسالي لي كوموند اللي يكونوا عندي وغادي نتصل بكم. ايوا الا لا، الا ايوا الحدقه، بغيتي حاجه زوينه، الاختلاف، التمييز، الفينيسيون، الاطباق ديالي، كل شيء بشهاده الجميع، كل شيء تيشكر الحطه، تيشكر الدريساج، واكيد البنه هذيك هي كل شيء ما نتذكروش عليها. ما عليك غير اتصلي بينا اولا تخلي ميساج واتساب وحنا غادي نتصلوا بك. ومرحبا والف مرحبا بالطلبيات ديالكم، كيف كنقول لكم البساطه، الشلايد، المناسبات كبيره اولا صغيره، اون جينيرال البلاطوات ديال الملح عندي فيهم برومو واعره 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 بزاف، غادي تعجبكم. لي زانيفيرسير، الكاطو دو مارياج، المهم كلشي كلشي كاع اللي طاح لك على بالك كاين عندنا، مرحبا الف مرحبا. وهذه هي لا سالاد اللي درنا فيها لا برومو الاولى، هي هذه كيف كتشوفوا. هذاك الشيء راه ما عندكمش ما تقولوا لي، هذاك الشيء محطوط مقاد مفيني مزوق، يا سلام. البسطيله وكذلك الطويه، يا سلام. الفينيسيون الجناب ديالها ما محروقه ما والو، كيف كتشوفوا. البريوات معسلين، النوكا مقرمشه، كل شيء هو هذاك. ما عليكم غير اتصلوا بنا وكنعاود نقول لكم، هاد لا برومو 1200 درهم، 1200 درهم، ومرحبا بال